مجموعة ألمن محاكاة جامعة الدول العربية، افتتحهم السنوي بجامعة الدول العربية بحضور عدد من الشخصيات أبرزها الشاعر تميم البرغوثي والمهندس محمد الصاوي والفنانة بشرى. مين هم ألمن ودورهم؟ ده اللي هنعرفه. ألمن ده نموذج محاكاة بقاله 16 سنة في جامعة القاهرة. هو في الأول بدأ أن هو كان كورس في الجامعة، طلاب سياسة واقتصاد كانوا بياخدوا كورس، وكان ده بيزود لهم نمر. بنعمل لهم انترفيو لمدة 3 أسابيع وبنختار، احنا بنعمل لهم انترفيو لمدة 3 أسابيع وبنختار، يعني فيجي 2000 واحد بيقدموا واحنا بنختار منهم 600، بيتوزعوا على 10 كونسلز. الأوبنينج ده بيبقى زي تعريف للديليجيتس أو الناس اللي متقدمة المندوبين، يعني عن ايه هو الموضوع. بيبقى شكل رسمي شوية، الناس تفهم ايه الموضوع. بيبقى فيه ضيوف شرف، بيطلع فيه رئيس اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الأكاديمية والناس دي كلها، تفهم برضو الناس الموضوع كله. ده بيبقى بمثابة يعني افتتاح للفعاليات بقى الرئيسية، اللي هي السيشنز اللي هي الجلسات اللي بيتعلموا فيها. وبعد كده بيحصل بقى المؤتمر في الاخر اللي هو 4 أيام اللي بيحصل فيه بقى المحاكاة الفعالية. بسبب هذا العالم المتطور اللامتناهي أو هكذا ما نعتقد، في آخر اليوم ننسى أننا الثمار، نحن الثمار التي هي بالأساس السبب الرئيسي في وجود تلك الأخصار. واسم بيتكلم عن الـ United Nation، تحتيها كونسلز كثيرة جدا، بتتكلم عن قضايا بوليتيكال، القضايا السياسية الحالية في العالم العربي، مهمة جدا بالنسبة لي عشان كمصرية واحدة كانت في الريفولوشن المصري 25 يناير، مهمة جدا أنا أعرف سياسة البلد في internationally من perspectives طبعاً الغرب، عشان اقدر ان انا اتعامل معاهم وافهم السياسه ورا كل حاجه. الطلاب هم عمليه الدفع الى الامام، وطاقه الشباب اذا لم تستثمر جيدا ستضيع هباء، ونحن في امس الحاجه الى هذه الطاقه لبناء مستقبل مصر.